ده الغسول تاني يوم. ده الغسول تاني يوم. هو انا عمال خفيف شويه عشان انا بحبه كده، لو عاوزينه تقيل شويه بيبقى تقيل شويه. دي بقدونس، بقدونس بعد ما قطعناه غسلناه الاول ونضفناه وبعد كده قطعناه. احنا جبنا حلة وحطينا فيها البقدونس اللي احنا قطعناه، وبعد كده نحط عليها كوباية مية، كوباية مية، وبعد كده نغليها على النار. هاي فريندز، ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ان شاء الله النهاردة هعمل لكم وصفة لغسول البشرة، البشرة الدهنية والبشرة المختلطة، وتنفع كل جميع البشرة يعني، وهي بصراحة حلوة ووصفة طبيعية ومش هتستغني عنها ابدا خالص خالص ان شاء الله. يلا معانا بقى عشان نعمل الوصفة. الوصفة هتكون اول حاجة صابون الدوف. طبعا احنا صابون الدوف ديت ما خدناهاش كلها، عملنا منها جزء، خدنا منها جزء بسيط اللي هو ده. تبشري اول حاجه في الوصفات بتاعتنا، المكونات في الوصفه بتاعتنا النهارده، اول حاجه صابونه دوف. الصابونه دي طبعا معروفه في ترطيب البشره. بعد كده الصابونه دي احنا بشرنا منها شويه، جزء بس بسيط يعني، يعتبر ربع كده، ربع الصابونه احنا بشرناها. بعد كده ده بقدونس، ده البقدونس ده غسلناه وقطعناه ودليناه على النار، وبعد ما دليناه سخناه بين الميه بتاعت البقدونس. بعد كده معانا لبن بودرة، لبن بودرة هجيبه دلوقتي، ودي مية ورد، مية ورد هنحتاجها، وهنحتاج زيت اللوز المر، وهنحتاج جليسرين. هنعمل ايه بقى؟ أول حاجة هنحتاج لبن البودرة. لبن البودرة طبعا هنحتاج منه زي ربع معلقة، هنحتاج ربع معلقة بس. علشان هنضيف ربع الصابون. بعد كده هنقلبه وهنحط جليسرين برضو ربع ربع معلقة. سيب دلوقتي كده، سيب دلوقتي. وده اللوز المر برضو هناخد منه ربع معلقة، هنقلبه مع بعض كويس قوي. ده والبقدونس لسه سخن، هنسيب البقدونس ده كده على جنب. ونجيب ايه بقى؟ هنجيب الصابونه المبشوره، نروح جايبين ميه الورد دي، هنحط منها جزء يا دوب على قد ما الصابونه تشرب كده. كل نص كوبايه، هو اساسا المقادير لو زادت شوية مش مفيهاش أي مشكلة خالص. ربع كوباية، نص كوباية، نص كوباية مية ورد أو ربع كوباية على حسب انتوا عايزينها تقيلة أو خفيفة، لأن يعني مية ورد حلوة أساسا. بعد كده بنسيب ده، بنسيب بشر الصابونة ده في المية، مية الورد، لحد هو بقى ما يدوب ويبقى كانه عامل زي الكريم بالظبط كده. وبعد ما بيتعمل، بعد ما بيتعمل وبيبقى زي الكريم، بنضيف له بقى الميه دي، بناخد جزء منها مش بناخد الميه كلها، جزء على قد الجزء اللي احنا عاملينه، مش عامله جزء كبير، عامله حاجات بسيطه علشان الغسول ده لما بيقعد فتره بيبوظ، فلازم تستخدمي على قد الاسبوع بس. والجزء اللي انت هتعنيه هتاخد برضه تحطهم في اي علبه كريم عندك فاضيه، او تحطهم في اي علبة شامبو، ممكن ازازة شامبو، ممكن اي حاجة فاضية عندك. بتجيبي سرنجة نظيفة وجديدة وبتشفطي بيها البتاع ده كده، وبعد كده بتخبيه في الحاجة اللي انت هتعيني فيها، سواء لو هي صابونة الدوف دي. هنجيب نص الصابونة، نص الصابونة هنبشرها، وبعد كده هنضيف لها ربع كوباية مية ورد وربع كوباية من دي، ربع كوباية من
البقدونس، البقدونس ميه البقدونس. وبعد كده هنضيف نص مع نص معلقه نص معلقه لبن بودره، نص معلقه زيت لوز مر، ونص معلقه جليسترين. بعد كده بنقلبهم كلهم مع بعض بيبقى قوام كريمي. وبعد كده بنروح جايبين سرنجه وبنسحب بيها ونفضيها في اي ازازه، لو ازازه صغيره يعني بنسحب بالسرنجه، او لو مثلا علبه كريم او اي علبه واسعه بتفضي فيها الخليط ده عادي، وبتسيبيه بتعينيه في الثلاجه علشان هو لما بيقعد بره وبيبوظ بتحطيه في الثلاجه. وعلى قد ما تستخدمي وتغسلي بشرتك منه، وان شاء الله هتلاقي في فرق في بشرتك، هتلاقي البقع اللي هي مكان الحبوب بتختفي، والاثار هتلاقيها اختفت، واللون الغير موحد من الشمس برضو بيختفي، ولون ونوع مرطب كويس قوي للبشره. وان شاء الله تستفيدوا منه، ولما تجربوا الوصفه قولوا لي عجبتكم في الكومنتات ولا لا. يلا سلام، باي. طبعا البتاع ده لو انتوا طبعا هكمل معاكم الفيديو اللي هكمل الوصفه كلها على بعضها، علشان هي بتقعد جدا بيقعد شويه، بعد كده بتحطوا ده على بتحطوا الاثنين على بعض. بس بعد ده ما بيشرب الميه ما بتدخل في الصابون، وده بعد ما بيبرد. بس انا هحط لكم كله على بعضه علشان الفيديو تشوفوا في الفيديو في النهايه. بس هو حلو زي الفل بصراحه. وعايزه اقول لكم كمان ان البتاع ده لو لقيته الغسول معاكوا بقى خفيف عادي، لو لقيته تقيل برده عادي، كله بيستفيد منه وما فيهاش اي حاجه خالص. اهو هنضيف من ده، انا هاخد طبعا بالمعلقه علشان ايه شبه الدنيا، نقلبه طبعا الاول علشان لون البودره تحت. وكل الحاجات اللي في الوصفه دي كلها طبيعيه وكويسه، كلها حاجات مفيده للبشره خالص. ان شاء الله الفيديو هيعجبكم والوصفه تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنت. بصوا انا بحط اي مقادير، شايفين انا بحط المقادير زي ما انا حابه اهو، لانها كده كده خفيفه او تقيله كده كده انا بستفيد منها. بس انا شايفه ان هي لما تكون خفيفه شويه بتكون احسن، بتعرفي تستخدميها، مش شرط ان هي ترغي، هي مش بترغي معاكي، لانها فيها زيت وفيها جليسرين وفيها ميه ورد وفيها لبن بودره، فهتحسي ان هو مش هترغي معاكي، بس بشرتك تستفيد منها خالص، وهيبقى غسول طبيعي مش هتستغني عنه. انا ما بستخدمش اي نوع غسول غير الغسول ده، لانه مواد طبيعيه وانا عاملاها بايدي، ولما بجيب اي نوع تاني بحس بشرتي بتبوظ منه. لو عجبكم الوصفه ما تنسوش تكتبوا لنا في الكومنتات وتقولوا لنا انتوا استفدتوا منها وعملت ايه معايا. انا خدت جزء بسيط اهو على قد اكتفائي واحتياجي بس اهو، شايفين عامل ازاي. هو لسه طبعا في بصوا كده قطعه كده عامله زي جوز الهند، ده الصابون المبشور لسه هيدوب بس. وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو محتاجين اي وصفات او اي حاجه اكتبوا لنا في الكومنتات.